الحملة اللي احنا اطلقناها لمستهلكنا الفلسطيني كانت نص الراتب معك ونص السعر علينا، كانت بصراحة هي واجب من الفريق التجاري اليوم الموجود في سوبر ماركت الشني انه يفكر في الهم الموجود عند الزبون الفلسطيني والتحدي الموجود في عدم انتظام دخله وراتبه الشهري. وطلعنا طبعا في هذه الفكرة، والفكرة هاي كانت مدعومة من أصحاب المال ومدعومة كمان من التاجر الفلسطيني، وكل الشكر هون للتاجر الفلسطيني اللي تقبل معنا وتفهم معنا في عنوان الحملة وإيش الأهداف تبعت الحملة، وكانت بصراحة معبرة جدا في الوضع الراهن الموجود اللي بتمر فيه الظروف الاقتصادية في البلد. صراحة طبعا الظروف الاقتصادية اللي بتمر فيها البلد وتحديدا في عدم انتظام الرواتب بتشكل حالة من الإرباك والقلق لدى المستهلك الفلسطيني. احنا في دورنا هون كسوبر ماركت بنأمن جميع السلع الاستهلاكية وسلة كاملة بنأمنها، دورنا ان نقدم السعر بمتناول اليد للمستهلك الفلسطيني، وبالنهاية يحس فعلا انه في توفير حقيقي. طبعا هذا الحكي بتطلب جهد كتير كبير ومش بهاي السهولة يعني اللي احنا متخيلينها، لانه احنا بنحكي على اكثر من 7000 صنف. هدول 7000 صنف بيكون عندنا برنامج عمل كامل فيهم، ندرس كل صنف وكيف بفكر المستهلك الفلسطيني بس يمر على اي سعر وكيف بحلله وكيف بياخذ قرار الشرائي فيه. هي الحملة جزء من برنامج تسويقي كامل، جزء من برنامج كامل، وهذا البرنامج كمان مرة هدفه التوفير على المستهلك الفلسطيني. والحمد لله زي ما كانت الحملة يعني ردة فعل المستهلك، الشعور بالرضا ومردودها على 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 السلة الشرائية، رح نستمر في شهر رمضان تقديم أفضل إن شاء الله من الحملات اللي مرت، والقادم إن شاء الله رح يكون دائما في نظرنا هو هدفنا التوفير على المستهلك الفلسطيني. يعني هي ليست المرة الأولى اللي بتعرض فيها الموظفين لهيك حالة وخصم رواتب، والاحتلال يعني متوقع في أي لحظة أن يوقف المقاصة، وبالتالي الناس يعني تعودت على هيك أمر. صح في الوضع الاقتصادي صعب عند الناس وخاصة على وجه رمضان والأعياد والمناسبات وجه صيف كمان، ويعني في مصاريف كثير على الناس، ولكن احنا في نعيش حالة خاصة في فلسطين، عندنا احتلال وعندنا وضع صعب ونتحمل زي ما تحملنا السنوات السابقة، راح نتحمل والشعب كدها وكدول يعني بيقدر يتحمل. الحياة الاقتصادية بشكل يعني عام ومعروف للجميع انها صعب جدا على الجميع. يعني احنا بنعيش في ظل ارتفاع رهيب مش طبيعي للأسعار، كوننا احنا مرتبطين
مرتبطين بأسعار الاحتلال، ولكن لا يطبق علينا ما يطبق على الاحتلال. فبالتالي كل الشعب يعني أصحاب الطبقة، نقول الطبقة المتوسطة أو الطبقة المعدومة، يعني بتعيش وضع اقتصادي سيء للغاية بلا شك. يعني شهر رمضان أول إشي يعني هو على الأبواب كما كنا، إذا لم يعني السلطة ما بتجد حل للوضع المالي لوضع الناس والتخفيف على الناس، يعني الناس راح تكون وضعها صعب بشكل رهيب. يعني Thank you.